هنا هاد الباركين عندنا حنا كنا راسلنا ولي الامن وراسلنا مجموعه الحضريه على قبل الباركين. حنا عندنا الزبناء ديال السوق تقريبا كاع هربوا ما كيصيبوش فين كيوقفوا هنا. طلبنا منهم على الجهه اليمنى هذه ديال زرقاء السوق المعالي باش يعطونا على الاقل من 7 الصباح حتى 3 العشيه، وباقي لحد الساعه ما كاين حتى شي رد. وكنتمناو حنا كنطلبوا كنناشدوا بانهم باش في اقرب وقت ممكن يسرعوا لينا في الباركين هنا باش نلقاو الزبناء ديالنا فين باش يجيو فين يتسوقوا فين يديروا على قبل الباركين. ضروري انا دابا كيجي انسان هنا باش يجي للسوق هنا باش يتسوق خصو يبقى يدور واحد ساعه ولا ساعتين ولا ثلاث سوايع وكيجي كيضطر كيمشي لبلاصه اخرى. هذا هو المشكل اللي عندنا في هاد السوق هنا. ما كرهناش انا هاد الباركين هنا باش يرجعوا كيفاش كانوا كيستاسونيو في الاول فيرتيكال على قبل دابا كيستاسونيو اوريزونتال، يرجعوا لنا الفيرتيكال مو ويحاولوا يخلوا لنا يزيدوا لنا هذه البلاصه هذه من 7 العشيه 3 الصباح باش على الاقل فين يصيبوا الناس فين يستاسونيو.